يعني مستحيل حكي مو منطقي، مستحيل ابوي يطلع بهالوحشيه. للاسف كموله ابونا طلع بهالوحشيه. زين ادري احنا شلون ما حسينا عليه كل هالفتره. لا كمال احنا حسينا وكنا نشوف قدامنا ونسكت لان هو ابونا. صحيح كنا نكذب على نفسنا. بس والله على هالحكي سامر غير عنده حق. ابوها وامها ماتوا واحترقوا واختها ما تدري بها وين راحت. اي وحده بمكانها كان سويت هيك مو؟ اي نعم. البنيه فعلا عانت هواي. عاد فريده شوي كانت ارحم. لقت بيت يحتويها ام تربيها. هاي البنيه ايش لقت قدامها؟ زين برايك انه سامر اللي سويته غلط؟ اي نعم غلط. لان هي كانت مشكلتها ويا بابا، بس هي حطتنا كل احنا بالهدف، وحتى فريده اللي هي مو من عائلتنا هم سوت نفس الشيء وياها. شوف ايش صار بينا من دخلت لحياتنا، دمرتنا حتى انت ردت تموت. بس خطيه ذاك الرجال اللي طاح بيها، الله يرحمه. لا تلوم نفسك، هو راح الدار حقه. وانت ما قدرت تسوي له شيء. اعطيني الاوراق. كمال هذين راح استنسخهن وباكر اعطيك اياهن ترجعهن مثل ما كانن حتى ابوي ما يحس. ماشي؟ تمام. كلش فرحتني من قلت لي انه انت شفت امي، وانا اقول ليش بطلت تبكي ومو ذيك القديمه طلعت تعرف ام غلسانه على المجمديحه. ابد ما تقدر تضمن سر. خطيه بعد كل اللي شافته ما يصير بعد تبكي. صحيح. اقول لك هذا تليفوني الجديد، حط رقمك فيه. انا ادز لك رساله واقول لك وين راح نلتقي. عندك تليفونات جديده عمي. لك تليفونك الجديد. يلا حبيبي انا لازم اروح. حبيبي جواك حلو. كمان بوس لي امي وقولها من عندي. اشتغلت الغيره ها. يلا حبيبي خير رتب كل شيء. يلا.